بننتقل لفقرتنا التالية في القراءة في رمضان، فعل يتعزز حضوره خلال الشهر الفضيل. ما هي القراءات المتعلقة بالشهر الفضيل؟ ما أهميتها وأهمية القراءة بشكل عام كفعل منشط للذاكرة والعقل وجسر للعبور نحو الآخر وثقافته؟ هي أمور أكيد رح يخبرنا عنها الأستاذ هيثم الحافظ، رئيس اتحاد الناشرين السوريين. صباح الخير أستاذ هيثم، من عاد عليك بكل الخير يا رب. صباح الخيرات وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونحن دائما نتشرف فيكم، وإن شاء الله رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. ودائما القراءة هي بوابة الأمل، بوابة التلاقي، وبوابة النظر أيضا للمستقبل برؤية، خلينا دائما بنقول عليها رؤية شبابية، رؤية جديدة، رؤية متطورة، تجعلنا شوية أكثر راحة وأكثر ثقة وأكثر كمان انطلاق إلى الآفاق القادمة. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ هيثم. القراءة شيء كتير مهم أساسا اليوم بالحياة، ويمكن مع تطور التكنولوجيا ودخول وسائل التواصل الاجتماعي لحياتنا ولأدق تفاصيل حياتنا فينا نقول خفت القراءة عند كتير من الناس. اليوم إذا بنحكي قديش مهم القراءة بشهر رمضان المبارك، قديش فينا فعلا بعض الأمور نقرأها بهذا الشهر الفضيل، كيف فينا يمكن نستغل هيدا الشهر لأنه في ساعات صيام طويلة بأشياء مفيدة اليوم مثل القراءة؟ هلأ القراءة بشكل دائم وبشكل مستمر أنه هي الأساس وهي البوابة اللي نحن نرتقي من خلالها. القراءة اليوم بشهر رمضان المبارك طبعا إلى طقوسها المختلفة، طقوسها خليني أقول الاجتماعية، طقوسها الأساسية اللي هي مرتبطة القراءة، أنه في بعض الأحيان بيصير عند الإنسان إرهاق، وهذا الإرهاق الجسدي وهو صائم بده، قد في بعض الأحيان يكون متعب له القراءة، أو في بعض الأحيان تعززه القراءة. صحيح. وهو غالبا على الواقع الصحي وعلى الواقع التحمل، القراءة هي بوابة وهي أساس، لأنه ما فيها هذا الجهد الكامل يلي ممكن أن يبذلوا أي مجهود آخر في عمل آخر. القراءة اليوم بشهر رمضان مبنية على عدة تصنيفات. فينا نقول القراءة الأساسية الأولى اللي هي دائما نحن بنحكي فيها بشهر رمضان قراءة القرآن الكريم. وقراءة القرآن الكريم دائما نحن بنأكد على أنه قراءة القرآن الكريم نحن مانا انطلاق حديثنا انطلاق مشايخي أو انطلاق عقائدي، لا، نحن بنحكي قراءة القرآن الكريم هي بتنور حقيقة وبتفتح علينا الآفاق الجديدة، بتفتح علينا الرؤية الكاملة لما يجري حولنا، لما نفهم المواضيع الأكثر بشكل أكثر وضوح. القراءة بتنمي أيضا مثل ما قلتي بتنمي الذاكرة وبتنشطها. قراءة القرآن الكريم كمان فيها من القصص وفيها من العبر والأفكار اللي أنت عم تقريها، لكن حقيقة قراءة القرآن الكريم قد تحتاج في بعض الأحيان خليني أقول جودة في القراءة، خليني أقول ممارسة، فهذا كمان بيعطي شوي انطباع أفضل لموضوع تعزيز هذه النوعية من القراءة، قراءة القرآن الكريم. عن القراءات الأخرى اللي هي أنا بشوف بشهر رمضان المبارك، دائما أنا بحب قراءة التاريخ بشهر رمضان المبارك، كتب التاريخية اللي هي تعطي كمان اندفاع آخر وتعطي رؤية أخرى وبتخليك أنت يعني تعززي هذه الذاكرة وتعززي كمان ميولك نحو معرفة الأشياء اللي كلياتنا أخفيت عنا من خلال كتب التاريخ الحديثة اللي انطبعت حديثا عم بقصد، أو من خلال كتب التاريخ القديمة. واليوم على فكرة برؤيتنا الجديدة نحن عم نشوف كتب تاريخية على فكرة عم تسقط على الواقع، وهذا ميزات الكتب التاريخية اللي لازم كل مجتمعنا اليوم لحتى نحن نستفيد من ونؤدي خبرات كبيرة كمجتمع، كإنسان عم يقدم بناء في هذا المجتمع، يجب أن يكون مطلع اطلاع ربما يكون واسع وواسع كبير على التاريخ، لأنه من خلال التاريخ خلينا نقول نعي الحاضر. صحيح. من خلال التاريخ نخطط بشكل إيجابي ومفيد للمستقبل. هذا مثلا هي القراءة الثانية. القراءة الثالثة اللي هي مثلا خلينا نركز على شيئين من خلال الثالثة اللي هو الروايات،
وايضا في بعض خليني اقول الاذكار والقصص الدينيه اللي دائما السيره النبويه والسيره النبويه الصحابه اللي هي بتعطي كمان انطباع اخر. كمان في كتب تحفيزيه من خلال سير الصحابه وسير العظماء. اليوم انا مثلا من امبارح كنت عم بقرا مثلا عن حادثه مثلا تمت عند سيدنا ابو بكر الصديق عندما مثلا عاندوا او خليني اقول عارضوا صحابي من الصحابه، وهو اراد من خلال هذه المعارضه ان يقف معه موقف سلبي، لكن اجى الامر الالهي انه لا لازم تكون ايجابي. وهذا من خلاله نحن نعطي فينا اليوم شيء من التحفيز. القراءه هي دائما محفز، وبالذات نرجع بناكد على سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، على الاذكار، على العبادات، على قراءه القران الكريم. وطبعا ما بننسى كمان وبناكد على فكره كثير حلوه وظريفه، انه اليوم حتى قراءه كتب الطبخ بالنسبه للمراه كثير مفيده وكثير مهمه، وبتعطي كمان انطباع جديد. نحن ما ضد هذه النوعيه ايضا من هذه القراءات. اكيد كل الرجال ما ضد اليوم. انا بالعكس ايجابي وبتعزي. اليوم مسيره وحياه ناس يمكن بالكامل تغيرت بعد ما توجهوا للقراءه كتب معينه، فينا نقول غيرت افكار كثيره باذهان الاشخاص وتصورات معينه ومبادئ يمكن كانت موجوده فيهم، فكلها تتغير للأفضل، لأن القراءة دائما هي للأفضل. برنامجكم على نور الشام يلي يمكن هو أول برنامج وبرنامج نوعي فعلا يعنى بإلقاء الضوء على كثير من الأشخاص اللي تغيرت مسيرة حياتهم من خلال القراءة. خلينا نحكي أكثر عن هذا البرنامج، قديه هو مهم فعلا اليوم خاصة بظروف الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والبعد قليلا عن الورق المكتوب. والله أنا أول شيء بشكرك على يعني الإضاءة الحلوة، وانا بدي اشكر كمان الجمهور اللي اعطانا دافع كثير مهم وكثير كبير بهذا البرنامج اللي اسمه قرأوا فوصلوا. نحن كان الهدف من البرنامج نحكي فيه عن شخصيات قديمه وسلط الضوء عليها، وكان وصولها على ان كان على صعيد المناصب العليا اللي اخذتها، او على شهره الناس، او على محبه الناس، او على مثلا كمان وصولهم في مهنهم بشكل إيجابي وشكل متفوق كان سببها القراءة. فكنا دائما نقول قرأوا فوصلوا فلنقرأ لنصل. المفاجأة الكبيرة، المفاجأة الغير متوقعة، وأنا بدي أشكر من خلال برنامجكم الجمهور السوري العربي، التفاعل بصراحة شيء مدهش. لم أتوقع أن يكون هذا البرنامج في يوم من الأيام بهذه الصورة. أنا بكل أمانة هي تجربة أولى لإلي، وبتمنى ما تكون أخيرة لأنه أنا حبيتها. أنا مالي مذيع، وأنا بالأساس كمان مالي معد يعني، لكن أنا فيني أقول إنه أنا انطلقت من هذا البرنامج من خلال معاناة، معاناة أنا عانيتها من خلال القراءة، معاناة أنا عانيتها من خلال محبتي للقراءة وتداولي مع القراء أو تداولي مع الكتاب أو تداولي مع الناشرين. فوصلت لمرحلة إنه نحن حقيقة لازم نعزز هذه القيمة، لازم نعزز هذه الرؤية القرائية الحقيقية، لأنه بالقراءة على فكرة فيها تغيير للمجتمع، بالقراءة فيها بناء حضاري حقيقي. وأنا بدي فاجئك، وأنا تفاجئ مثل ما تفاجأت أنا، المجتمع كلياته عنا ينتظر قارئ. ينتظر ينتظر يعني ينتظر مبادرة. وأنا بتمنى من خلال هذا البرنامج أنه يكون في عنا إن كان بالقناة الإخبارية، بالقناة الفضائية، وإن كان بالقنوات الأخرى برامج شبيهة وبرامج مثيلة. مو بس نحن نقدمها، في كان مشاركة معكم لزميلنا رامي بداوي، بدنا نوجه له تحية لأنه القراءة أنا وياه دائما بقول له شو عم تقرأ اليوم، في عنده دائما منافسة، تحدي كثير كبير، حصة كثير كبيرة من حياته أخذ القراءة، وعنده مكتبة كثير كبيرة. أنا فعلا فعلا وجود رامي أعطانا كمان نوع من التحفيز الآخر، وأعطانا رؤية يعني في منافسة مين بأسرع بقراءة الكتاب. هو اسم الله بيومين بيخلص لك. ما في مثل رامي، يمكن رامي من الشباب اللي نحن بنعتز فيهم كقراء حقيقيين، وله تعزيز كثير مهم وقليل بعد لتلاقي هيك شباب، تلاقي امور اخرى اخذتهم كمان حتى من الناحيه الفنيه ومن الناحيه التقنيه ومن ناحيه الاعداد. اعطانا رؤيه كثير حلوه. وانا شوفوا انا بقول لكم يعني البرنامج كثير مهم،
ولاقى قبول كثير 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 اكثر 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 من تخيلي. كان في له صدى كبير صحيح. حتى بدي افاجئك انه بالوطن العربي، والله انا في ناس عم يتصلوا فيني مثلا من الامارات، اتصلوا فيني من المغرب، اتصلوا فيني من السعوديه، انه شو هالبرنامج هذا؟ شو هالتعزيز هذا اللي لقيمه القراءه؟ وربما في بعض الاحيان نحن خليني اقول تجاهلناها او ما نظرنا لها بالنظر الايجابي لقيمه القراءه، لكن حقيقه قدمت لنا كثير كبيره. يمكن القراءه بتعطي كثير مساحه كبيره لتثقيف الناس اليوم، المخزون الفكري تماماً لكل الناس. تماماً. وقتنا خلص أنا استاذ هيثم، اشكر رامي واشكر كمان معنا سميره، وبدي اشكر كمان معنا سعاد ومعنا كل الكادر مرام. الموجود كل كادرنا معكم بالبرنامج. كادرنا نحن فريقنا تقريبا من حوالي 12 شخص، ان كان من فريق اعلامي، ان كان فريق اعداد، ان كان فريق تقني، كثير مهم. وبشكر كمان المخرج الكبير اللي هو الاستاذ عامر اللي كان قدم لنا، كمان كثير مهم. نعم. برنامج تحيه لكل الكادر الفني من الاخباريه السوريه. بدنا نشكرك الاستاذ هيثم رئيس اتحاد الناشرين السوريين على وجودك معنا، شكرا كثير لك. وانا شكرا كثير لكم، وشكرا لكل متابعين برنامج قرأوا وصلوا، وبنعدكم ان شاء الله ببرامج قريبا قادمه ربما تكون اسلم واحلى. نعم. واجمل ومتطوره اكثر ان شاء الله يا رب. كل الشكر لك استاذ هيثم ولكل القائمين والمشاركين بالبرنامج.